كاميرا الميكرو من السيسي في الاخراج مروان في اخراج صوره لتوصلكم على شين يوتيوب اكس بخاصة فهم المواد كالعاده بنفس الفقرات لكن اكيد بحوارات جديده ومتابعات العديد المواضيع اليوم في اكسبريسو تو سويت المواد يكون في راوند اب. راوند اب صباح النور أسامة. صباح الفل. البداية في الراوند اب شكون بملف الحرائق. وين قال ناطق رسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة أنه مجموع الحرائق اللي اندلعت منذ أول أمس الاثنين وتواصلت حتى نهار الأربعاء بلغت 14 حريق شاملة 7 ولايات وهي جندوبة باجة سليان القصرين ونابل والقيروان وبنزرت. وتمت السيطرة على 12 حريق منها بشكل كلي في حين ما زالت بعض جيوب النيران مشتعلة بمنطقتي ملولة وعين الصبح في مدينة طبرقة بولاية جندوبة. وبخصوص الأسباب قال معز تريعة كل الاحتمالات مطروحة خاصة وأن بعض الحرائق اندلعت بطريقة متزامنة مما يثير حولها الشبهات. ولاحظ زادة أن التحقيقات انطلقت للوقوف على كل أسباب الحرائق هذه. من جهته أكد وزير الداخلية كمال فقي خلال جلسة عامة برلمانية للحوار معه وكل الحرائق اللي كانت اندلعت في عدد من الولايات تمت السيطرة عليها بفضل تضافر جهود مختلف المتدخلين مشيرا إلى تدخل الجيش الجزائري للمساعدة. السيطرة الكاملة على كل الحرائق التي تشب في غابات في طبرق في باشا جندوب في بنزرت في جبل السمامة كلها مسيطر عليها بإذن الله بسالة أعوان الإدارة العامة للحماية المدنية وأعوان الحرس الوطني وكذلك عناصر الجيش التونسي اللي يدخلوا بكل نجاعة وبكل تنظيم وفق مخططات مدروسة وواضحة تبين النتائج اللي هي ناجحة وناجعة. نحب نطمنكم اللي ما ثماش خسائر في الأرواح مع الشكر الكامل للجيش الجزائري الذي ساعدنا في ذلك وللوفد الأسباني الذي جاء بارحة في حدود 11 مساء واللي إن شاء الله اليوم يكمل يقوم معنا بأعمال في خصوص استغلال طائرتين من أجل إخماد هذه الحرائق. بدوره تحدث أسامة المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد لإكسبريس اف ام عن أهم الخسائر اللي تسبب فيها الحرائق المندلعة مؤخرا بتونس من بينها تلف الموروث الإيكولوجي وتوقف عجلة الاقتصاد. المجهودات اللي بذلتها الدولة معناها للتشجير هذاك معناها دونك هذيك الفلوس صرفت هذاك المجهود تصرفت معناها كله مشى هباء منثورا معناها حتى التو بالأقمار الصناعية المنطقة اللي حصرناها معناها تحرقت 300 وقريب توصل 350 هكتار معناها هذاك معناها كل هكتار يتكلف على الدولة برشا فلوس معناها لونتروتيان تاع الغابة هذيك المسالك الغابية معناها الإحاطة العلمية اللي معناها المرصودة هذيك تتكلف هذا من جهة. من جهة كيف نشوفوا معناها خسائر مادية كبيرة أهالي ملولة معناها فما شفنا مشاريع معناها ناس بنات وخسرت وحرقت مشاريع هذيك واحد وهذه بالمناسبه معناها كان فما اي جمعيه حاله باب التطوع ولا باش نساهموا بالفلوس عايشكم تنساوش الناس هذيك راهو معناها هذاك مرض رزقهم مشى. اثنين كيف معناها اللي راهو فما عجله اقتصاديه كامله تعطلت مثلا في ملوله المعبر كله تسكر واللي هو يعتبر النقطه الاساسيه المرور معناها الالوف من السياح الجزائريين اللي معناها يبداو جايين لتونس موروث الايكولوجي نتاعنا احرق جزء منه تحرق وصعيب معناها باش يرجع تحبوا في الظروف هذه صعب شويه باش يرجع. في موضوع آخر وين جدد وزير الداخلية كمال الفقي تأكيد على عدم القبول بأن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين أو قبولهم في مخيمات داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان إلى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الأمنية. وأكد وزير الداخلية أنه فما شبكة تسفير تقف وراء النسب الهامة من المهاجرين. النسب الهامة من المهاجرين اللي قاعدة تجينا في بلادنا قريبا ترتبط مباشرة بشبكات تسفير وجدت من الأفارقة أنفسهم كما وجدت من أجانب نحن لا نعرف. ثم حتى بعض الصفحات اللي موجودة وبعض المواقع اللي موجودة موجودة على مستوى أسبانيا وموجودة على مستوى تركيا اللي هي تقوم بعملية توجيه المهاجرين هذوما من أجل أنهم يأخذوا مسارب غير قانونية ولا يمرون بالمعابر القانونية. بيننا وبين ليبيا 400 كيلومتر ثم منهم 120 كيلومتر بغير ساتر ترابي معناها العملية هذه تخلي المراقبة صعبة بالنسبة للحدود البرية وتسمح بتسرب هؤلاء وبطريقة موجهة من قبل هالمجموعات اللي كنت أحكي لكم عليها اللي هي عصابات حقيقية تعمل في مجال التهجير.
تم تسجيل 36 بؤرة للتسممات الغذائية في 15 ولاية في تونس، و 65% من التسممات هذه تحدث في الوسط العائلي، هذا وفق تأكيد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الرابحي البارح لإكسبريس اف ام. احنا توا للاسف بدينا نسجلوا في عده بؤر نتاع تسممات غذائيه خاصه في الوسط العائلي، معناها اما عائليه بحته والا خاصه خلال الافراح واللمات بصفه عامه. تعرف انت التسممات الغذائيه الجماعيه نبداو نتكلموا عليها وقت اللي تبدا عندنا بؤره فيها زوج اشخاص عندهم نفس الاعراض واكلين نفس الماكله فما فوق، هكا علاش نسميها بؤره. احنا توا سجلنا 36 بؤره موزعه على 15 ولايه، ولكن اللي يجلب الانتباه هو انه الاكثر من 65% من التسممات الغذائيه بالوسط العائلي، والوسط العائلي هذا للاسف احنا ما نجموش نراقبوه، لانه تعرف انت ما ندخلوا للمحلات الخاصه الا باذن من الجمهوريه. نختم بشأن سياسي. الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي يقول خلال حضوره في برنامج الإكسبريس أن الدولة التونسية لم تكن تملك من مقومات القوة الشيء الكثير، وأصبحت بعد 2010 محكومة بمعادلة نظام هش ودولة أضعف، مما أدى إلى تآكلها. خلصنا أن الدولة التونسية واحدة من المشاكل المتاحة هو أن قبل 2010 كانت محكومة بنظام شمولي، نظام قوي يظهر قوي بالمعنى الأمني وبالمعنى الاستبدادي، ولكن الدولة ضعيفة. الدولة التونسية لم تكن معناها تملك من مقومات القوة الشيء الكثير. بعد 2010 ولت محكومة بمعادلة نظام هش غير مستقر ومفكك ومشتت ودولة أضعف. هذا أدى في الخلاصة معناها وموجودة في الكتاب إلى تآكل الدولة معناها في مستوى قوتها المعنوية وفي مستوى قوتها المادية. دولة تونسية وصلت حالة من الضعف ومن الوهن في السنوات هذه، كما أصبحت هي في حد ذاتها مهددة. دونك الاستراتيجية المقابلة لهذا الكل ما تنجم تكون إلا استراتيجية شاملة ومتكاملة. كانت هذه أسامة أهم الأحداث والأخبار اللي صارت في تونس في 24 ساعة الأخرى. شكرا لي كمال هاني، يعطيك الصحة. المواد إن شاء الله بعد شوية في 7:30 في موجز أخبار 7:30، متابعة لتطورات الأحداث في تونس وفي العالم في موجز الأخبار. نرجع معك سينو. حبيت نذكر أنه البرلمان البارح انتهيت أشغال جلسة الحوار مع وزير الداخلية في وقت متأخر. إن شاء الله اليوم إن شاء الله بعد شوية باش يكون معنا سيد النائب عادل ذياب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، باش نرجع على الجلسة الحوارية البارحة مع وزير الداخلية اللي كما قلت واصلت لساعات متأخرة. نرجع عليها بأكثر تفاصيل أهم تفاعلات النواب والأسئلة اللي كانت موجهة لوزير الداخلية وتفاعلات وزارة الداخلية وإجابتها على عديد المواضيع والأسئلة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، موضوع حرائق وغيرها. كنا نسمع في بعض تصريحات السيد وزير الداخلية البارح في الجلسة الحوارية لمكتب البرلمان البارح في جلسة كان عقدها يقرر ويخرج هذا في بيان رسمي هو تأجيل كل من الجلستين العامتين الخاصتين بالاستماع لكل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والجلسة الحوارية الخاصة مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. لزوج جلسات العامة هذوما يتم تأجيلهم نظرا لالتزامات مهنية متأكدة حسب ما جاء في البيان الخاص بمجلس نواب الشعب. إن شاء الله كما قلتش نرجع على الجلسة الحوارية اللي صارت البارح مع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان النائب عادل ذياب. إن شاء الله سينو باش نحكيه اليوم في إكسبريسو على الاستهلاك الطاقي في بلادنا. نعرفوا الأيامات هذيا وفي ارتفاع درجة الحرارة والطقس سخون هذيا ارتفعت كميات الطاقة اللي يتم استهلاكها في بلادنا. برشا كلام على الموضوع هذيا، هل التوانسة اليوم قادرين الكل وعندهم الكل الاكسيبيليتي للطاقة والاستهلاك الطاقي؟ هل اليوم ننجو ما يكفينا من كميات نحتاجوها
كيف كيف التعامل مع الوضعية هذه. دونك إن شاء الله بشي يكون معنا سيلياس بن عمار، عضو مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة بارتي من 8. إن شاء الله تنرجع معها بأكثر تفاصيل على الموضوع هذه. هذه أبرز موعدنا لليوم وغيرها من المواعيد والأحداث إن شاء الله باش نرجع عليها في إكسبريس. وبعد لحظات إن شاء الله باش يكون معنا هاجر الزيري في قراءة لأهم عناوين الأخبار في العالم في غوفي دوبخيس انترناسيونال. فاصل قصير ورجعين مواصلة.